بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 30/3/2020، معكم الدكتور عبد الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك، في محاضرة التعلم عن بعد لمساق البرمجة الكينونية CS210، ولطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات. موضوعنا اليوم هو الوحدة الثالثة Operator Overloading in Python، Chapter الثالث من Operator Overloading. راح تكون المحاضرة على جزئين، الجزء الأول راح نناقش السؤال الثاني من الواجب ونحله أمامكم، ومنه ننطلق إلى الشابتر الثالث الاوفرلودنج، لانه هو مثال على الاوفرلودنج بس ناقصه شغله بسيطه راح نسويها وبصير اوفرلود. السؤال الثاني، خلينا نيجي للسؤال الثاني. مباشره هاي الواجب اللي بعثنا لكم اياه واللي انتم حليتوه، بعثت الحلول واعطيناكم علامات. السؤال الثاني بيحكي كالتالي، زي ما هو واضح امامنا اليو ام ال كلاس دايجرام، مبين عندنا انه اسمه الكلاس اللي بدنا نعمله بوينت. في تو بروبريتيز البوينت كلاس اكس واي هم بابليك. الان في انيشلايزر وفي فانكشن واحد بيعمل سميشن لتو بوينتس، وفي ديسبلاي اللي بيطبع البوينت النقطه. النقطه الرياضيين مدرسين الرياضيات وبكتبوها بالشكل هذا. البوينت الأولى مثلاً 2 و3، 2 الإكس و3 الواي، 3 الإكس و2 الواي. البي 2 4 الإكس و3 الواي. الآن summation أو sum للتو بوينتس هو جمع النقطتين، فبيجمع الإكس مع الإكس اللي هي الإكس من بي 1 3 زائد 4 من بي 2 تساوي 7، وبيجمع الواي من بي 1 اللي هي 2 مع الواي من بي 2 اللي هي بتصير المجموع 3 اللي هي بتصير المجموع 5. اذا واضح هو شغل السم تو بوينتس كيف راح يكون. الديسبلاي هي لعمليه الطباعه. الان راح نبدا بالحل الواجب هذا مباشره، ومنه ندخل على الاوفرلودنج. كمان مره للي بعدهم واللي اشتروا اجهزه جديده، كيف احنا بدنا نشغل البرمجيه؟ هي هي شغاله عندنا، بننزلها وبنشغلها من مجلد اناكوندا اللي موجود بأول ابلكيشنز، بنشغل سبايدر من هون. الان بعد ما تشتغل شاشه سبايدر بتطلع عندنا شاشه فاضيه. الشاشه هاي بنيجي بنجهز البرنامج اللي بدنا نعمله اللي هو سميشن للتو بوينتس. برنامجنا هاي انا بكتب اسمي، ما بنسى اسمي بالهيدر بالكومنتس، هاي رعد، ورقمي الجامعي مثلا 2019/20/30/40، ورقم جهازي بي سي مثلا 15، وبروجرام نيم، البروجرام نيم سم تو بوينتس دوت بايثون. الان البرنامج صار جاهز، بدنا نخزنه على الديسكتوب. فايل Save As على الديسكتوب على اساس يظهر هون عندي البرنامج، بعطيه الاسم اللي هو Summation Two Points بتاريخ 30/3/2020، وباجي بعمل بختار البايثون فايلز، بكون اتخزن البرنامج. طيب شو بده البرنامج؟ بده احنا نعمل Summation للتو بوينتس اللي هي امامكم. Summation للتو بوينتس بالشكل التالي، هي خلي المثال بجنبنا. اول شيء بدنا نعمل كلير للكونسول، بدنا نعمل الكلاس تاع البوينت الرئيسي. كيف بدنا نعمل الكلاس تاع البوينت؟ كلاس بوينت بحيث انه البي كابيتال لتر لانه اسم الكلاس زي ما تعودنا. ديف للانيشلايزر، مباشره انا بروح على الانيشلايزر، هو طالب مني اعمل انيشلايزر او كونستركتر
init underscore underscore والinitializer بده self وبده x وبده y. الآن خلينا نعملهم مثلا متغيرات مختلفة a و b مثلا ونعبيهم ب x و y. self dot x يساوي a و self dot y يساوي b. هيك عملنا البوينت ككلاس ونقدر نعمل منه object أي object. الآن بعديها بدنا نروح على summation two points اللي موضحيته الرسمة هاي، ما فيش داعي نرسم اليو ام ال كلاس دايجرام، موضحيته الرسم اللي هون كيف summation للتو points. بدنا نعرف هذا الفانكشن ديف. حكينا السؤال انه هذا اسمه summation two points، هيو هون موجود sum two points، بسميه بنفس الاسم عشان يكون نفس الحل اللي مطلوب مننا summation two points. والsummation two points واضح انه بده self other، بده ال b1 وال b2 الاوبجكت الاول والاوبجكت الثاني يوصلوا وبلش هو يجمع بالx من هون والx من هون والy من هون والy من هون. خشوا self وother، وكلياتكم متذكرين برنامج self والother كيف بيشتغل. الان خلينا نركز على تفاصيل هذا الفانكشن. هذا الفانكشن اذا فهمناه بنفهم شابتر الاوفرلودنج بعد شوي. طيب شو راح يعمل؟ راح انا اعمل بوينت 3 و بوينت 3 من بوينت وما فيهاش شيء. على اساس ما فيهاش شيء بدنا نعمل انيشلايزيشنز لهذول صفر وصفر، متذكرين هاي النقطه؟ فهي بوينت 3 هي اوبجكت جديده، الاوبجكت هاي لسه ما فيهاش شيء، بدنا نبلش نعبيها من ال B1 وال B2 اللي وصلوا بالسلف والأذر. ال B1 وال B2 اللي وصلوا معنا بالسلف والأذر. هون خلينا نوضح السؤال مع المثال هون. هاي شوي هون مشان تبين عندنا B2 زائد. وهاي هون. أوكي هيك ممتاز. الآن ال B3 تساوي البوينت اللي هي بيها سلف وأذر. راح يوصل راح يكون فيها الاكس من سيلف مع الاكس من اذر. كيف بدنا نعملها؟ بي 3 دوت اكس، هاي في لها اتريبيوت اكس، راح تساوي السيلف اللي هي دوت اكس زائد الاذر دوت اكس. هيك جمعنا الثلاثه البي 1 مع الاربعه تبعت البي 2 الاكس. بنفس الاسلوب بنجمع ال y للبي، بنجمع للبي 3، بنجمع السلف y والاذر y. صار عندنا البي 3 جاهزه، بنعمل لها ريتيرن من الفانكشن. هذا الفانكشن بيرجع لنا قيم، هيو بيرجع اوبجكت. لاحظ هذا الفانكشن بحكينا انه راح يرجع اوبجكت، الاوبجكت اللي هو احنا سميناه بي 3. بي 3 طيب قبل ما نعمل الديسبلاي، الديسبلاي انا راح اخذها كوبي بيست. خلينا نعمل المين كود اللي بيشغل هذا البرنامج. المين كود، المين كود بدنا نعمل كرييت للبي 1 واللي هي تساوي بوينت وتساوي زي ما هو هون بالمثال 3 و2، 3 للاكس و2 للواي. الان نفس الاسلوب بدي اعمل البي 2. البي 2 هي 4 للاكس قيمتها 4 والواي فيها 3. طيب كيف بدنا نعمل البي 3؟ البي 3 بدنا نخاطب السلف والاذر، هذا الفانكشن السلف والاذر، نقول له البي 3 الاوبجكت الثالث اللي بدنا نعمله يساوي البي 1 اللي هي السلف دوت السميشن الفانكشن هذا مع البي 2. هيك انتهى حل السؤال، ظل عندنا بس الديسبلاي. كيف بدنا نعمل الديسبلاي؟ كمان مره كيف بدنا نعمل الديسبلاي؟ ديف للديسبلاي مشان نطبع النتائج بده سيلف، بدنا نودي له قيمه. الان راح يعمل لنا برنت. لا ايش اول شيء بدنا نطبع لهم القوس زي ما هو لجماعة الرياضيات، لمدرسين الرياضيات. بعدين self dot x وبعديها الفاصلة اللي بالنص هاي
خلينا نعمل هيك مع فراغ. وبعديها ال self dot y، وبعدين القوس النهائي، قوس النهائي. الآن هيك البرنامج صار متكامل، بطبع كل إشي. خلينا نكبر الشاشة عساس نشوفه كامل. هاي البرنامج صار متكامل، اللي بده صوروها صار أسمح بالأسرة، بس خليني أطبع. خليني أطبع أول إشي b1.display مشان نتأكد إنه شغال، ما خطيناش بالبرمجة. هاي b1.display قوسين مشان نشغل مثل دي b1.display. لو عملت الآن أنا run راح يطبع لي ال b1 3 و2. لو عملت الآن b2.display قوسين مشان اشغل الميثود الفانكشن راح يطبع لي b1 و b2 4 و3. الان لو جيت قلت له b3.display راح يطبع لي السميشن لهم اثنين اللي هي صارت اوبجكت ثالث اللي هي ال b7، جمع هاي مع هاي و7 وهاي مع هاي 5. طب كيف جمعها؟ جمعها بهذا الفانكشن اللي هو ودينا السلف b2 هاي b1 عفوا السلف b1 هاي السلف راح توصل لهون b1. طب b1 قديش قيمتها؟ 3 و2. وصلت x 3 و2 y للb1، والاذر وصلتها من خلال الباراميتر هذا للفانكشن. الاذر وصلت b2 اللي هي 4 x والy بيها 3، راح يبلش يجمع بيهم الx مع الx، الx من b1 مع الx من b2 اللي هي السلف مع الاذر، وهكذا يرجع لنا ريتيرن ويطبع لنا اياها فعلا بجمع الثنتين. هذا حل المثالي للسؤال الثاني، وتقريبا المعظم حلوه. يعني هو خلينا نقول سؤال قريب ومتكرر، بس احنا كنا قاصدين نجيبه على اساس انه نشرح الاوبريتر اوفرلودنج الشابتر الثالث فيه. الان انا راح اسمح لكم بعد ما اعطي الانميوت للي بده يحكي. مين بده يحكي؟ مين بده يسال على المثال، على حل المثال؟ في حد عنده سؤال قبل ما نشرح الاوفرلودنج؟ في حد عنده سؤال؟ انا فتحت الميكروفونات على فكره. طيب واضح اذا المثال، ما في داعي استمر بالاوفرلودنج، ولا في حد عنده سؤال؟ واضح كيف واضح دكتور، واضح ها اذا ما اعطيت قيم للاي وللبي لازم بس احط بوينت 3 تساوي بوينت اعطيها قيم. هون لازم تعطيها مثلا، ايوه سؤالك كويس، لازم نعطيه صفر وصفر مثلا قيمه ابتدائيه، بس احنا عملناها بالانيشلايزيشنز بالهيدر. نعم هذا سؤال كويس، يعني واضح لنا انه ليش مثلا بجوز بعضكم لما كان يبرمج كان يطلع عنده اخطاء بالبرمجه ما يطلعش معاه رن نتيجه انه مش حاط قيم ابتدائيه للبوينت 3. كمان مين في عنده سؤال قبل ما نستمر؟ طيب خلينا الان نشرح الاوفرلودنج. الاوفرلودنج هاي فكره الاوفرلودنج بالفانكشن ها. الان خلينا نفهم شو هي الاوفرلودنج حتى نعرف كيف بدنا نبرمج التمرين كاوفرلودنج. نتطلع كمان مره على المثال اللي هون، شايفينه؟ انا بدي اقربه هون لهون شوي واصغر الشاشه هاي شوي هيك حتى اجيب المثال لوحده مع الكود. بدي اسكر الشاشات مشان اشرح بس خمس دقائق، اتحملوني بس خمس دقائق اشرح الاوفرلودنج كيف راح تشتغل وشو هي فكرة الاوبريتر اوفرلودنج الارثمتيك اوفرلودنج. نطلع كمان مرة. شكله صار في مشكلة بالوورد، والله خلينا نشوف شو المشكلة. اوكي الان بي 3 احنا بمنظورنا بنقول بي 1 زائد بي 2، هاي فكرة الاوفرلودنج، انه انا بدي اخلي اشارة الجمع تشتغل زي شغل الصميشن. الاوفرلودنج انه في كلمه محجوزه هي اسمها، خلينا ناخذ هذا الاسم نقيمه اللي انتم برمجتوه نحطه هون، هاي الهاش، هذا الاسم القديم بدناش اياه، هذا الاولد نيم. طيب في اسم كلمه محجوزه اللي هي اندرسكور اندرسكور اد اندرسكور اندرسكور، زي الاندرسكور اندرسكور انيت اندرسكور اندرسكور. هاي الاد الآن بطل في فانكشن اسمه to sum two points، بنوقف هذا الأمر، بصير الأمر اسمه b3 يساوي b1 زائد b2. أنا قلت للزائد هايا اشتغلي، كيف قلت لها تشتغل؟
من خلال اني انا اخذت الكلمه المحجوزه اللي لها اللي هي underscore underscore add underscore underscore. ما غيرت شيء على الصميشن اللي انتم برمجتوا. انا مفهمه هذا الاد انه لما يجيك بي 1 اعتبرها سيلف وبي 2 اعتبرها اذر وبلش بيهم اجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي. الان لو عملنا رن، لاحظوا لو عملنا رن هون لهذا البرنامج، هاي خلينا ننظف الكونسول عشان اتاكد انه راح يشتغل البرنامج الجديد. انا وقفت السميشن 2 بوينتس اللي برمجته، رن راح يجمع لي اياه. كيف ابدا التسجيل مره ثانيه؟ بدنا نراجعها بدقيقه للي عنده اي سؤال زي اي هم. كيف انا بدي اعمل سميشن؟ كيف بدي اعمل سميشن؟ بعمل سميشن بجمع الاكس مع الاكس من السلف والاذر وبنادي بالطريقه القديمه، لكن لما بدي اشتغل اوفرلودنج بحط اشاره الزائد وباخذ الكلمه المحجوزه لاشاره الزائد اللي هي اندرسكور اندرسكور اد اندرسكور اندرسكور وبودي له السلف والاذر نفسهم زي ما كنت تبرمجه، وهو لحاله بفهم انه الاد الان هي البلس راح تشغل الاد. بروح بنادي الدكتور وبجمعهم. مين في له سؤال؟ مين؟ يعطيك العافيه. حياك. بس بالاوفرلودنج لازم يعني كل مره بدنا نسوي اوفرلودنج نحط اوبجكت جديد زي هذا البي 3 ولا عادي لو نسوي الفانكشن زي طبيعي؟ الان شو هو الاوفرلودنج؟ بدك تعرف شو هو الاوفرلودنج راح يطلع، راح يخرج لنا مثلا هون كانت فكره الفانكشن انه يطلع لنا اوبجكت، صح؟ فتقريبا بالاريثمتيك اوبريشن اوفرلودنج اللي هي البلس والماينس والمالتيبلاي والقسمة كلياتهم بيرجعوا بوينت اوبجكت جديد. ممكن ما يرجعش اوبجكت جديد عادي، يعني يكون يعمل اد لرقمين عادي مثلا او مش لاوبجكت جديد، بس احنا الفكره قريبه جدا من السميشن تاعت 2 بوينت. شو اختلفت عن السميشن تاعت 2 بوينت اللي انتم برمجتوها؟ ولا شيء، بس انه اخذنا الكلمه المحجوزه بدل اسم الفانكشن وشغلنا البلس بدل ما نشغل الطريقه القديمه بمنادات الاوبجكت والسلف والاذر واسم الفانكشن، صح ولا لا؟ طيب الان بدي اعطيكم، اذا انه مفهوم بدي اعطيكم الامتحان القصير معناته. دكتور ما اسال مين؟ دكتور بس ليش احنا حكينا بيك هيت سايد بوينت؟ يعني احنا عملنا سميشن واحنا مش فاهمينه كيف، احنا قاعدين بنقول نجل من ال لا انا قلت لك بدك تكون فهمان السميشن كيف راح يشتغل. خلينا نرجع نبني السميشن اللي انتم بنيتوه بالواجب. ليش انت ما فهمت السميشن لما بنيته هيك؟ احنا شرحنا كثير سلف واذر، وهاي السميشن بدي اشغله. السميشن هاي بدي اشطب هاي. السميشن بيشتغل كالتالي: فانكشن باخذ سلف مع اللي هي بي 1 وباخذ اذر وبيجي بيعمل لنا اوبجكت ثاني منهم الثنتين، واحنا مفهمينه انه ترى البي 3 دوت اكس الاكس للاوبجكت الجديد هذا هي تساوي السلف دوت اكس اللي هي البي 1 دوت اكس والاذر دوت اكس اللي هي البي 2 دوت اكس اللي هي 4 والواي نفس الشيء، وبيجي بيجمعهم وبرجع لنا البوينت الثالث. فاحنا فهمانين كيف بيشتغل السميشن للتو بوينتس. الان سؤالك احمد مسامح، انت اللي بتحكي صح؟ معنا؟ صحيح. أيوة. نعم نعم. الآن الإشي الجديد بالأوفرلودينج إنه إحنا بدنا بدل ما نادي الفانكشن ونودي له السلف والأذر بدنا نشغل الأوبريتر أوفرلودينج لبلس. اسمه هيك أوبريتر أوفرلودينج. طب كيف نشغله؟ بحيث إنه منوضع هون أندرسكور أندرسكور أد وهي كلمة محجوزة وأندرسكور أندرسكور بصير تشتغل معانا لبلس. لاحظوا. الماينس والضرب. ايوه لو الماينس ممتاز. الان الماينس والضرب انت بدك تيجي على السؤال القصير، مين اللي بيحكي هذا؟ ايهم. الان لو الماينس نطلع على السلايدات، ممتاز. خلينا نطلع على السلايدات. بيحكي في بالاوفرلودنج اريثمتيك اوفرلودنج. الاريثمتيك اللي هي الزائد والناقص البلس والماينس، الكومباريزون الاكبر منه والاصغر منه والاونري راح ينجيهم المره القادمه. الان البلس بيحكي ان البلس هون في عندي بوينت، وهذا المثال اللي انتم حليته، في عندي بوينت. البوينت بنعمل لها ات اندرسكور اندرسكور اد بتجمع الاكس مع الواي بطريقه البي 1 زائد بي 2 زي ما جربناها قبل شوي. فبالتالي احنا بنخلص من السميشن اللي كانت موجوده، السميشن تاعت التو بوينتس. طيب لو بدنا نعمل الان غيري الصم او غيري الاد، شو بدنا نسوي زي ما حكى ايهم؟ نيجي عليهم اللي هن هون موجودات بالسلايد هذا كله ترى مشان يشرح الشرح اللي احنا عملناه. الماينس الماينس
انه ننقص الماينا اندرسكور اندرسكور سب اندرسكور اندرسكور. طيب مثلا خلينا نيجي نوضح المثال اللي سألوا ايفهم. انا بدي اشغل السب. طيب السب مفهوم السب انه ينقص الاكس الاولى من الاكس الثانية صح؟ مش هيك المفهوم يا ايهم؟ انه الاكس الاولى ناقص الاكس الثانية مش زائد. مش احنا هاي بدل الزائد اللي كانت هون بدنا نعمل ماينس. والان هون بقول له بدل بي 1 زائد بي 2 ناقص بي 2 بيجي بنقص. بس انا مفهمه هون انه ترى يا صب انت بلش بالاكس تاعت السلف ونقصها من الاكس تاعت الاذر البي 1 ناقص بي 2. فلو جينا عملنا له رن هاي رن بيجي بقول لي 3 ناقص 4 يساوي ناقص 1 و2 ناقص 3 يساوي ناقص 1. طلعن بالصدفه كليات الناقص 1. فانا استخدمت الماينس اوفرلودنج اللي هي اريثمتيك اوبريتر اوفرلودنج الماينس. وهنا علمته ترى قلت له نقص صم مش تجمعهم. واضح يا ايهم؟ واضح الجميع؟ اه دكتور. اه هاي فاذا بدنا نكون حافظينهم كلهن بدناش نكون حافظينهم هن بسيطات. اندرسكور اندرسكور اد اد معناتها اجمع. صب من سبستراكت صب صب من سبستراكت من كلمه سبستراكت نقص. مل من ملتبلاي اضرب. ترو ديفيجن ترو ديفيجن يعني القسم الصحيح اللي بيطلع لنا بيها ايش القسم الصحيح ترو ديفيجن الكسور وال الكسور الفواصل العشريه. فلور ديفيجن اللي بيطلع لنا الانتجر من النتيجه بيطلع لنا النتيجه وبهمل الباقي. المود ديفيجن والمود والباور. فهم احنا راح ناخذ عليهم امثله كثير بس احنا بدنا نفهم البلس والماينس وبعدين بنفهم البقيه. يعني نفرض انه بدنا نعمل ملتي بلاي بنقول له انت اسمك ملتي بلاي. بدنا نستخدم الكلمة المحجوزة للمالتي بلاي بنقول له ترى يا مالتي بلاي بدك تضرب لنا الاكس مع الاكس والواي مع الواي. وهون بنقول له شغل لنا الضرب. ما هي المالتي بلاي محجوزة للضرب صح؟ رن بيجي بضربهم 3 ب 4 12 2 ب 3 6. احنا فهمنا ترى اضرب الاكس مع الاكس والواي مع الواي صح؟ فعملية الاوفرلودنج سهلة انه انا بدي استخدم الرمز اللي احنا فهمانين انه بضرب. بس هو ما بضرب رقمين بضرب اوبجكتين مع بعض. بضرب اكس من هاي مع اكس من هاي واي مع هاي من هاي مع واي مع هاي. احنا فهمناه هون بهذول الجملتين كيف يضرب صح ولا لا؟ دكتور تفضل. مين لو انا لو حطينا خلينا نحكي اشاره الزائد نعطيها اوبريشن غير انه نسوي لها اوفرلودنج غير انها تسوي اد خليه هذا السؤال خليه لانه هسه راح يشوش على بقيه الطلاب على ال 70 طالب اللي قاعدين يحضروا معنا. هذا السؤال بعدين احنا راح نوضحه بالمحاضره القادمه. مناش نوضحه هسه. خلص احنا بدنا نعمل اد وبدنا هون نقول له ترى يا اد انت بدك تجمع هاي مع هاي واحنا من الناديك بالزائد. فاحنا من نادي الاد هذا الاندرسكور اندرسكور اد من نادي بالبلس وبنقول له ترى الاوبجكت الاول هو البي 1 والاوبجكت الثاني هو البي 2 وجمع لنا الاكس مع الاكس والواي مع الواي. فهمناه واستخدمناه. دكتور تفضل. مين عندي سؤال. تفضل. مين؟ زكريا. زكريا يلا. هسه بالنسبه للجمع والطرح احنا هون جربنا ارقام انتجر. هسه لو جربنا الفلوت برضه بيزبط عادي؟ عادي عادي. لو انه ودينا له مثلا 3.5 خلينا نعمل ارقام نعرف انه 4 و 0 على اساس يطلع لا 4.5 خلينا نعمل يلا 4.0 ماشي خلينا يطلع معنا وهون 2.5 وهون 2 3 و2 بالعشرة عادي. هو بيفهمهم وبيجي بيجمعهم ما في مشكله. بس انه بجوز يصير عندنا مشكله هون ما بنشوف. اذا صار مشكله بنحلها. سؤالك يعني خلينا نقول له زاويه اخرى هيو جمعهم عادي بيجمعهم ما في مشكلة. احنا مفهمينه ترى راح يوصلك بدل الانتجر راح يوصلك فلوت نمبر دبل نمبر فيهم فواصل عشرية يبلش جمعنا بيهم بالطريقة هاي الاكس من هذا وجمعها مع الاكس منها عادي ما فيش مشكلة. اوكي خلينا نرجع بس لمثالنا الطبيعي. تفضل. مين؟ انس. انس تفضل يا انس. دكتور اذا استدعيت الفانكشن اد قلت له P3 تساوي P1 اد بين قوسين P2 تنفع؟
دقيقة نقلني كمان مرة B3 تساوي B1 B1 دوت طبعا underscore underscore add underscore تمام. underscore وبين قوسين B2 هاي طريقة المناداة القديمة عادي نادينا الفانكشن باسمه صراحة ما ناديناهوش بالأوفرلودينج تاعته تزبط ها أنا بدي أشطب لك هاي وأفضي لك الكونسول وأورجيك إنه بجمع عادي يا أنس صح قبل شوي هو واحد سألني بس أنت سؤالك جبته بطريقة ثانية عادي أنا ناديته بالطريقة القديمة ما ناديته بطريقة الأوفرلودينج تاعت البلس بس هاي طريقة يعني مزعجة بدنا نضطر نحفظ تفاصيلها كيف بدنا نناديها هذا بالشابتر الثاني كنا ناخذ تفاصيل كيف ننادي الفانكشن عادي هو فانكشن اسمه هيك صراحة ومناديه باسمه منودي له السلف قبل والأذر كباراميتر بس إحنا يعني خلينا نقول الأسهل إنا والكويس للرياضيين بقول لك B1 زائد B2 مش هون نرجع بالله إلى مثال تبع الرياضيات بقول لك B3 تساوي B1 زائد B2 شو المفهوم تبعها؟ إنه ترى بتجمع لي الإكس من هاي مع الإكس من هاي والواي من هاي من وراها فإحنا عملنا محاكاة للإشي اللي هم بيحكوه برمجناهم إحنا مش بدنا نبرمج ونطلع نتائج إحنا بدنا نسلم هاي المحاكاة ببرنامجنا لعلماء الرياضيات لمدرسين الرياضيات فإحنا حكينا الإشي اللي هم بكتبوه على اللوحة برمجية حتى الديسبلاي طريقة الطباعة طبعنا لهم النقطة زي ما بدهم إياها قوس الإكس فاصلة الواي قوس مش هيك هم بكتبوا النقاط بشكل بسيط ايوه بشكل بسيط فمثلنا لهم الحكي اللي هم بيحكوه هم ما لهم بالبرنامج كيف بيشتغل بس احنا برمجنا لهم اياه بهذا الشكل كويس دكتور ما ضل وقت عن الكويز او الامتحان خلينا نعمل الامتحان كويس يلا خلينا نعمل الامتحان انا ما في عندي امتحان مجهز الان كون كل فهمتوا شو المقصود بالاوفرلودنج والاوفرلودنج للفانكشن بدي اجي انا على نفس التمرين اللي انتم عملتوه اللي انتم فهمتوه وجبتوا بيه علامات كلياتكم جبتوا بيه 9 و8 و10 من 10 فبدي اجي قدامكم اعمل انا رايت ذا فولوينج بروجرام بس بدي اقيم هذا المثال واجي افهمكم شو اللي بدنا نعمله بدنا نعمل اندرسكور بدنا نسميه خلينا نيجي نسميه ريكتانجل اوفر لودينج مين ما بيعرف شو معنى ريكتانجل ريكتانجل هو المستطيل صح ولا لا وهون راح يكون ريكتانجل الان الريكتانجل له لينكث وويدث له طول وعرض هون راح نخزن اللينكث والويدث يعني حتى إذا بتفتح الورقة والقلم بتبلش تكتب بالمثال واسمك وتجهز حالك لأنه أنا بدي فكرة هاي اللينكث وصلت لللينكث الألة اللينكث والويث للويث هنا بدي underscore underscore add underscore underscore self other بدي أودي له هون هذا بالself other R3 تساوي R1 زائد R2 مين هي R3؟ هي الريكتانجل الجديد شو راح يجمع لنا راح يجمع اللينكث من هاي مع اللينكث من هاي والويدث من هاي مع الويدث من هاي ويطلع لنا ريكتانجل مستطيل اكبر زي الاكس وبرمج ولا على ورقه على الورقه وصور وابعث لي يلا خليني انا هذا المثال المطلوب انه انت بدك تعمل اوفرلود لودنج للريكتانجل راح يكون في 2 بوينتس ريكتانجل 1 ريكتانجل 2 خليني انا احاول ارسم هون على جنب والسؤال قدامكم بلش انت اكتب معك 5 دقائق بس اكمل رسمه راح انا اسكر السيشن تاعت دكتور رجعنا على المثال دكتور حكينا اكثر من 5 دقائق دكتور يلا ماشي هذا المثال اذا هون راح نستخدم الاد نفسها هون راح يكون في ريكتانجل 3 ريكتانجل 3 دوت لينكث راح يساوي شيء ريكتانجل 3 دوت واي راح يساوي شيء هاي المثال انا بس بدي اروح ارسم الرسمه تاعت السؤال لاني مش مجهز طيب دكتور لا اسال وين نبعث الحل انا قلت بدايه المحاضره مباشره انت بتكتبه بخط اليد على الورقه اللي قدامك تكتب اسمك بالعربي ورقمك الجامعي صورها وابعث لي اياها على الايميل او الماسنجر
على الايميل. خلاص اوكي على الايميل. هاي انا بدي اعمل هون السؤال، بدي اجهزه. هاي دوبليكيت، وهاي هون عندي ريكتانجل، وهون في عندي للريكتانجل لينكس، وفي عندي ويدث. وهون راح يوصلوا ال ودبليو، مشان ال تروح على اللينكس ودبليو تروح على لينكس ويدث. طيب هون راح بلشت اكس واي، لازم ما في مشكله، ما في مشكله. المهم انه يجمع لي التو اللينكس والويدث. هاي هون في عندي الاد، الاد راح يصيرها سيلف واذر. مين هم السيلف والاذر؟ اللي هم ار1 وار2. خلينا ناخذ هون عندنا مين هو ار1. هاي ار1، ار1 وفيه الار1 اللينكس يساوي مثلا خلينا نحطها هون بس تكون اوضح. اللينكس اللينكس يساوي مثلا 3 و4 بالعشرة، او خلينا نعملها بس انتجر مشان يطلع معنا الرقم صحيح 3. وهون عندي الويدث تساوي 5 وهي الركتانجل الأول. السلام عليكم دكتور، بدي أسأل الار1 تمثل إيش؟ الار1 اللي هو الأوبجكت الأول. الأوبجكت الأول من الركتانجل. سكروا سماعاتكم لأنه في صوت، إحنا قاعدين نسجل ترى. أي هون ميوت أول. خليني أكمل بس شرح المثال. هاي كله هذا من نشيله ديليت، وهاي كوبي بيست. هاي الريكتانجل الثاني، الريكتانجل الثاني على اساس اللي بدي يعمل الاوبجكتات يشتغل عليهم. هاي مثلا هون 6 و5 و4. لا خلينا نعمل مثلا رقم مختلف. هاي 2. الان راح يطلع من هذا الحل منهم 2. بعد انت ما تعمل الاد الاوفرلودنج راح تقول له ار 3 تساوي ار 1 زائد ار 2، ويبلش يعطينا هو الحلول لل ار 3. ارسل شو يا انس دكتور، انا ارسلها هسه ولا بعد المحاضره؟ ارسل الان خلاص، بدك تبلش ترسله الان. انا بدي اصير استقبل 3 و6. راح يبلش 9، ارسلها على الايميل وراح يوصلني. انا راح الان يوصلني ايميلات الان، بعد دقيقه راح يوصلني ايميلات. وهاي 7 و هاي 7. كيف هو جمعهم؟ بطريقه الاد اوفرلودنج. اذا الفكره انه نعمل احنا اد اوفرلودنج. واضح؟ اتوقع واضح المثال. هذا السؤال المطلوب انكم تعملوه. هي عملنا السؤال قدامكم، انا ما كنتش عامله من امبارح مشان اللي بيقولوا كيف احنا بدنا نعمل المثال، وبدك تحله بخط اليد. وهذا الدرس اللي احنا فهمانين اللي انتم برمجتوه اصلا، درس الاوفرلودنج انتم برمجتوه وانتم مش دارين عن حالكم، بس انه ضفنا الاندرسكور اندرسكور اد، يعني ما في اي صعوبه. هي هيك هاي السلايد كبرناه قدامكم على اساس الفائده، على اساس بده يحضر الفيديو اللي اجى متاخر، لانه معنا 70 طالب الان من اصل 85 طالب، يعني كويس الحضور. الان بدي استقبل حلول. الان بعد 3 دقائق مش راح استقبل حلول. هاي انا وصلني حل من خطا في الاسم. شو خطا الاسم؟ الله قاعد بيسال عن الواجب، بس راح نناقش الواجب. طيب بدي انا حلول، بدي يوصلني حلول، مش واصلني ولا حل. يلا دكتور 5 دقائق، دكتور 5 دقائق كثير قليل، يعني خليهم 10.
طيب يلا يلا معكم دقيقتين كمان، هاي صارنا 10 دقائق أصلاً. فالحل الآن القديم ها بدك تعمل عليه overloading للrectangle الأول والrectangle الثاني. دكتور بعثت لك المفروض. طيب هاي داليا بعثت حل، هاي حل لا داليا، هاي وصلني من داليا، وهيها كاتبة ريكتانجل، وهيها دكتور معلش ترجع على قيمة الستلف والوث اللي بدك إياها. هاي هاي الدايجرام اللي هو بدي 3 و5 للريكتانجل الأول لما تعمل الأوبجكت الأول، وبدي 6 و2 للريكتانجل الثاني، لما يجي يجمعهم يطلع لي ايش دكتور؟ هيهم قدامك على شكل 3 و5 تمام وستة واثنين. يلا هاي بلش يجيني حلول. 3 و5 و6 و2. في ناس قاعدة بتعمل على المسنجر بتبعث صور، بصير برضو. هاي راما بعثت، هاي راما، هذا حل راما. الآن أنا راح أجمع الحلول. هاي ركتانجل وكاتب اسمها بس مش كاتبته بالعربي. يلا مش مشكلة، على الإيميل منشوف اسمك، لا تبعثي كمان مرة. وهاي عاملي أوفرلودينج. إذا درس الأوفرلودينج مفهوم والكل قاعد بحل عليه أسئلة. هاي أنس حل الواجب، هاي أنس كاتب اسمه بالعربي وهي كاتبه بخط إيده وعامل overloading للريكتانجل، ما في مشكلة. وهاي زكريا، وهاي زكريا، وين حلك يا زكريا؟ مش حل زكريا، ما في attachment بالإيميل، انتبه. خلينا نروح على الفيسبوك كمان، في ناس بلشوا يبعثوا لأنه بجوز الإيميل عندهم فيه مشكلة، بلش يبعثوا على المسنجر. ما رضي يدرج صور على الجيميل، بعثت لك اياها على المسنجر. طيب خلص، هاي انا هسه راح اشوف. هاي وصلني 6 حلول على المسنجر من زكريا ومن لوجين. هاي هون دكتور الحين يلا خلص بس. يلا صور وابعث. يلا هاي حل زكريا، هاي بخط ايده، ما في مشكله. اذا الكل تابع معنا وفهم المثال، اللي اجى متاخر يتأكد. هاي هون لوجين كمان، هاي حل لوجين. فأنا راح أنزلهم كلياتهم الحلول، خليني اللي بعمل له أوبن. وهاي من أسيل كمان، خلينا نرجع. هاي أسيل، خلينا ننزل له أسيل. هاي عاملي أوفرلودينج، هاي بدي أعمل له داونلود ومباشرة أسميه أسيل. أسيل اللي هو ركتانجل 3. تفضل. انا ارسلت حل الدكتور على المسنجر طارق. طارق بدا. طيب هسه بشوف، هسه بلش يوصلني. هاي لوجين، هاي داونلود. بس خليني اخذ الاسم، والله مباشره كوبي بيست. هاي الاسم كوبي، هاي داونلود، أساس كل واحد لما ينزل صورته تكون اسمه عليها عشان ما أتغلب بالحلول. وهاي زكريا، خلينا نأخذ بس خلينا نأخذ اسم زكريا بالبداية. يلا اللي متأخرين يبعثوا، أنا راح يوصلني، قاعد بوصلني إيميلات وقاعد مش ملحق على المسنجر لأنه 70 طالب شعبتين، فالكل قاعد ببعث. دكتور بس شوي الأرقام كمان مرة. الأرقام مش مشكلة، أي أرقام ما في مشكلة. يعني هاي الأرقام كمان مرة، 3 و5 للآر 1، 6 و2 للآر 2، مش المشكلة الأرقام، المشكلة إنك تبني الأوفرلودينج بشكل صحيح، يعني الأرقام تتغير أصلاً كل مرة. خليني أرجع للمسنجر أكمل مع زكريا، مش قادر ألقط اسمه زكريا. بعدين الماوس. دكتور انا خالد القاسم برضه بعثت لك على المسنجر، بس مسجل خالد مقابله. طيب مليح اللي ذكرتني، بس جوات الورقه مكتوب اسمك صح؟ مكتوب اسمي. خلاص اسمك ورقمك الجامعي مش مشكله، انا اللي هذا بنزل الصور وبعدين بفتحهم وبسمي كل واحده، مش مشكله بخطري. دكتور هاي انا بعثت لك اياها كمان مسنجر. صهيب كوبي. هاي راما. دكتور انا بعثت لك كمان مسنجر. قاعد وصلني كثير بس مش ملحق، انا الجهاز عمل اوفرلودنج الجهاز. طيب هاي داونلود لانه 70 طالب صار ترافيك على النت عندي.
هاي مين هذا؟ هاي المفروض راما الروسة. طيب الآن نرجع نشغل المسنجر. هاي بشر أرسل. طيب بشر راح أخزن أنا لأني ما راح أقدر أخزن، بعدين بخزنهم بفتحهم براحتي وبخزنهم. تقريبا نرجع كمان مرة. هاي بشر، محمد الرشدان، صهيب، طارق بدأ. طارق أنا على النيو مسجز عشان ما مش عندي إياك على الفيسبوك. بجوز يكون أيوة اللي ما مش صديق ما بظهرش بيظهر بالنيو مسجز. كويس تنبيهك كويس يا طارق. هاي في نيو مسجز وصلوني. دكتور. أرسل مين؟ أنا بعت لك على الإيميل. على الإيميل. هاي في عندي 20 إيميل أصلاً صار وصلني من فرح عدنان ومن فرات ومن تم أبصر إقضاء تميم إقضاء ومن ثراء ومن أحمد مروان ومن روان ومن محمد بني هاني. فكل الحلول وصلتني. هاي وصلني على المسنجر. بلقيس، أكثم، الكل قاعد بيسلم. جنى، ثراء، نور، محمد، مش عارف مين، محمد اسمه مش ظاهر كامل بس بيظهر عندي على الورقة. اللي في ناس قاعدة بتكتب لي إنه ظهر عندهم خطأ. إذا عندك خطأ معين وبدك تصلحه ارجع ارسل مرة ثانية يقول لي هذا الحل الثاني. اكتب لي ملاحظة إنه هذا الحل الثاني. ظهر عندك شيء؟ قاعد بظهر كثير. يعني أنا مش ملحق 70-80 طالب، مش ملحق على الحلول. صار عندي الآن يعني بس دكتور أنا مش فريند معاك على الفيسبوك. بالنيو مسجز بظهر عندي بالنيو مسجز. هاي النيو مسجز، في عندي نيو مسجز راح يظهر عندي أسماءكم. ما في مشكلة. جزء جنبها دكتور. نعم راح يظهر من أنا عند الثلاثة هاي دكتور. أنا كلهم بدي أطفيهم مشان أشغلهم مرة ثانية. طيب خلينا نعمل هاي وتين وهاي محمد عبيدات وهاي خالد. طيب دكتور أنا أيهم بعت لك مسنجر. أيهم طيب يجوز يكون بالنيو مسجز. هاي أيهم، لا هاي أيهم موجود. هاي أيهم، هاي حل أيهم. كل واحد قاعد بحل بخط إيده. هاي رهف كمان. هاي دكتور وأنا منار مزاري بعت لك مسنجر. منار بظهروا بس أنا كنت أسكر اللي يظهروا بشان ألحق لأنه كل باللحظة بوصلني 20 مسنجر. خلينا نشوف. طب دكتور شوف الإيميل، ما شوف إذا وصلت من يارو. طيب هاي وين بدي أشوف النيو مسجز. هاي نرجع الإيميل. كمان وصلني 25 إيميل جداد. هاي أنس وستي معها. أنس ومين كمان؟ روان. يعني صعب جدا الآن إني كل واحد أشوف حله، بس أنا راح أشوف فين كلياتهم. هيا يارا اللي سألني. هيا يارا خلص بعثت لك دكتور. خلص بعثت لك دكتور. ربا على الإيميل ولا المسنجر؟ إيمان، عيسى، دكتور محمد فريج على الإيميل. رهف محمد فريج. هاي اسمك. هاي اسمك وجود. هاي محمد. لا مش وجود. هاي في محمد، مهند، زياد، هلا، هاي هلا، باسل. في إيميلات كثيرة تحت، مش لحق أنا على الإيميلات. أكثم يعني ما فيش. طيب هاي محمد. هاي محمد يوسف. وكل واحد بخط إيده كتب اسمه وحله، فمعناته تشابتر الأوفرلودينج شبه مفهوم. إحنا راح نأخذ البارت الثاني بالتفاصيل بعد ما أبعث لكم تمرين جديد تحلوه. كل واحد يحله عادي وتسلموه على الهومورك المرة القادمة. هيك بنكون فهمنا تشابتر الأوفرلودينج لغاية سلايد كم؟ لغاية سلايد 25. شوفوا على المسنجر. على المسنجر، نرجع على المسنجر. في مسجات كثيرة على المسنجر. هاي في من دكتور خالد أسيل. ترك بس على المسج ريكويست. في 18 عندك. وين هاي؟ فوق خالد. أيوة. هاي هدول. أوكي. في من محمد شديفت، في من إسلام، في من ميس، في من طارق، في من بتول، في من محمد
في من لا هاي ايميلات من اصدقاء قديمه يعني مش شايف من اصدقاء بس في من محمد واسلام يعطيك العافيه دكتور هاي ربا ظهر عندي ربا قبل شوي اسئله الله يعافيك نناقش التمرين الاول ونناقش الاسئله دكتور بالنسبه للهوم ورك اللي بعثته ما بدنا ايوه بدنا نبلش نناقش بيهم بدي اوقف التسجيل طب دكتور قبل ما تناقشهم ما عدلت علامه الاول انت هسه من نناقش هاي النقاط كلياتها مع تعديل علامه الاول دكتور يوصلك على الماسنجر خلاص انا اللي بدي ودي راح اعمل ستوب بسم الله الرحمن الرحيم بلش التسجيل الجزء الأخير من المحاضرة اليوم اللي هو يوم الاثنين 30/3/2020 جمعتوا points point الأولى والpoint الثانية طب كيف بدنا نجمع البوينت الأولى والبوينت الثانية من خلال الصميشن للتو points معنى حل عبد الله في المشكلة التالية إنه هو طبعهم طباعة جمعهم بس طبعهم طباعة ما ودى object جديد طب الأوبجكت الجديد كيف نعمله؟ بنعمل أوبجكت point 3 تساوي point عملنا أوبجكت اسمه P3 من point هون المفروض كمان يا عبد الله أنك عملت initialization لل A وال B صح؟ معنا يا عبد الله؟ ألو؟ معك دكتور بس تعال تسجل أيوة هون الآن عملنا ال A وال B من عملنا لها initialization 100 مشان هون ما نعطيهاش قيم طيب ال B 3.x مش معها x ال B 3 تساوي self.x زائد ال other.x هيك احنا جمعنا السلف والأذر الإكسات مع بعضهم اللي هي الثلاثة والأربعة جمعناهم وصاروا سبعة بنفس الأسلوب بجمع أنا ال B 3.y تساوي self.y زائد ال other.y والأذر دوت واي الآن بعمل ريتيرن للبي 3 البي 3 لاحظ هنا أنا ولدتها فاضية عملت لها كريت فاضية عبيت فيها القيم من السلف والأذر اللي وصلوني هون و بعثتها رجعتها هيك أنا خاطبت فعلا الواقع إنه الأوبجكت اللي رح يرجع مبني على السلف والأذر وضعت غلطتك طبعا هي غلطة متكررة عند بعض الطلاب وهاي كمان وين الشعبة الثانية يعني سؤالك ممتاز يا عبد الله وهاي هون بما أنك أنت فهمت راح كمان نعدل لك العلامة وإن شاء الله كمان بيكون الحل اللي بخط اليد علامة ممتاز دكتور بعثت لك أنا إيميل عشان تنقلني سؤال طيب يا